بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه حبايبي طلبه اولى ثانوي؟ النهارده باذن الله هاخد درس مهم جدا، يمكن ده عقده يعني شويه عند طلبه اولى ثانوي او بيحسوا ان هو تقيل، بس الموضوع محتاج شويه فهم شويه، فركز معايا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني في الوحده الاولى بيتكلم على التكوينات الجيولوجيه وعوامل تشكيل سطح مصر. يعني التكوينات الجيولوجية، الدرس ده بيتكلم على جيولوجية مصر وبيتكلم على أسباب تشكيل سطح مصر اللي موجود دلوقتي. لو حضرتك بصيت على الأراضي المصرية دلوقتي وعلى خريطة مصر، هتلاقي مصر تتكون من أجزاء وأشكال، نهر النيل على بحر أحمر، على شوية جبال، على هضاب، على أراضي، على صخور. الشكل ده والحاجات دي والشكل الحالي اللي احنا عايشين عليه، امتى تكون وايه السبب في تكوينه، هو ده جيولوجية مصر وهو ده الدرس النهاردة. تعالوا نتكلم على اللي ده تتكلم عنه ده مصر. لازم نعرف يعني ايه جيولوجيا اساسا، هو ايه اصلا علم الجيولوجيا اللي حضرتك قاعد بتتكلم عنه. حضرتك انت مالك ومالك بالجيولوجيا؟ مش بتاع جغرافيا؟ اقول لك لا، انا ليه ارتباط كبير جدا بالجيولوجيا. طب هو يعني ايه جيولوجيا؟ الجيولوجيا قديما او الجيولوجيا اساسا هي كلمة يونانية بتعني علم الارض. بتعني ايه؟ علم الارض. برافو عليك يا مستر، بقى ايه الجديد؟ لا ما استنى، هو علم دراسه الارض، يعني انا بدرس الارض نفسها، ومش بس الارض، لا نشاه الكره الارضيه، الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها دي وصلت لشكلها الحالي ازاي، والتطور الجيولوجي التي مرت به، يعني التطور في الصخور وفي اشكالها اللي مرت على الكره الارضيه. يبقى العلم اللي بيدرس نشاه الكره الارضيه اتنشات ازاي، تمام، والتطور الجيولوجي التي مرت به، يعني تطورت على العصور، على مدى عصور الجيولوجيه ازاي، تمام، وكمان جزء منه دراسه خصائص الصخور، خصائص الصخور، وان هو بيدرس الصخور نفسها مش بس خصائصها وكمان انواعها وتاريخها، يعني انواع الصخور كلها، الصخور اذا كانت رسوبيه او متحوله او كانت ناريه، وبيتكلم على كمان تاريخها، يعني بدات من امتى وموجوده فين وموجوده من امتى فين وهكذا. يبقى خصائص الصخور وانواعها وتاريخها، وليه فروع كتيره يا جماعه علم الجيولوجيا، زي علم الحفريات وعلم الطبقات الصخريه. الحفريات هي بقايا الكائنات الحيه، والطبقات الصخريه هي ان الصخور اللي احنا عايشين عليها والارض اللي احنا عايشين عليها بتتكون من طبقات مش طبقه واحده. يبقى يعني علم الجيولوجيا عشان ما تضيعكمش، هو علم الارض بكلمه يونانيه قديمه تعني الارض، وهو دراسه نشاه الكره الارضيه والتطور الجيولوجي التي مرت به، ومش بس كده، وخصائص الصخور وانواعها وتاريخها، وبينقسم لحلم الحفريات وعلم الطبقات الصخريه، ودول فرعين من فروع كتيره جدا للايه؟ لعلم الجيولوجيا. طيب احنا انت بتتكلم عن علم الجيولوجيا بشكل عام، تعال نتكلم بقى على علم الجيولوجيا في مصر. الأراضي المصرية جيولوجيا كانت عاملة ازاي؟ انت بتتكلم على أسباب تشكيل سطح مصر. طب ما تيجي نبص على شكل سطح مصر زمان قوي 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 كان عامل ازاي؟ اه مصر زمان قوي دي من 10 سنين، يا لهوي ده انا كنت لسه عيل بيع في الشارع. 10 سنين مين يا عسل؟ احنا بنتكلم مثلا في ملايين السنين، يعني قبل وجود الانسان اصلا على كوكب الارض. يعني اللي انا هقوله لك ده هتستغربه وتقول لي انا ما شفتهوش بعيني يا مستر. هقول لك اكيد ما شفتوش، ولا ابوك شافه، ولا جدك شافه، ولا الفراعنه شافوه، ولا حتى اي حد من اوائل البني ادمين اللي جم على الكره الارضيه شافوه. ده الموضوع ده قبل اصلا ظهور الانسان على الكره الارضيه، اللي هي جيولوجيه مصر زمان قوي بقى في الفترات اللي انا بتكلم عليها دي. مصر كان شكلها عامل ازاي؟ قال لك مصر يا جماعه كانت جزء من درع قاري قديم يسمى الكتله العربيه النوبيه. يعني ايه؟ يعني ايه درع قاري قديم؟ يعني من الاخر كده، درع قاري قديم يعني كتله يابسه على بعضها. عامله ازاي الكتله يابسه؟ شكل ده. كان تحت هنا حاجه اسمها المحيط الايه؟ المحيط الهندي، عارفينه؟ اه. فكان المنظر كده، دي كتلة عربية، درع قاري قديم. الدرع ده بيسمى بالكتلة العربية النوبية، بيسمى بالايه؟ بالكتلة العربية النوبية. المنظر ده عربية نوبية، يعني ايه عربية نوبية؟ يعني جزء منها اللي هو الكتلة العربية، جزء منها تابع لشبه الجزيرة العربية، اللي هي تتكون من شبه الجزيرة العربية، يعني اللي هي تتكون من شبه الجزيرة العربية، وبتتكون من اراضي النوبة اللي هي مصر دلوقتي. وبعدين يا مستر ايه اللي حصل؟ كانوا على بعضهم؟ اه.
ازاي يا مستر انا حاسس ان في حاجه هنا ناقصه في المنطقه دي، حاسس ان في حاجه في الحته دي فاضيه. انت عارف ايه؟ البحر الاحمر. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لك حصل تصدع كبير جدا في المنطقه دي ادى الى تكون اخدود اللي هو تحول بعد ذلك الى البحر الاحمر، وقسم المنطقه الى مصر وايه وشبه الجزيره العربيه. يعني يا مستر شبه الجزيره العربيه ومصر كانوا حته واحده؟ قال لك كانوا منطقه واحده، كان اسمها الكتله العربيه النوبيه، بس حصل لها ايه؟ تعرضت لحاجه اسمها التصدع. ايه التصدع ده؟ الكتله العربيه النوبيه دي تعرضت للتصدع. التصدع يعني الانكسار، تعرضت للانكسار. طب وبقى ايه الانكسار علاقته بالبحر الاحمر؟ ايوه، ما الارض اتشققت عملت اخدود، يعني حفره كبيره جدا. الاخدود ده فضل يكبر 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 لحد ما توصل بالمحيط الاطلنطي بالمحيط الهندي، فدخل الميه فيه فتحول للبحر الاحمر. فالبحر الاحمر هو اللي فصل بين شبه الجزيره العربيه وبين مصر. يبقى مصر قديما كانت جزء من درع قاري قديم اسمه الكتله العربيه النوبيه. حصل الارض تصدع فتكون اخدود البحر الاحمر، انفصلت فيه مصر عن شبه الجزيره العربيه. وعلى طوال الازمنه الجيولوجيه والعصور الجيولوجيه، هو يعني ايه عصر جيولوجي ويعني ايه زمن جيولوجي؟ زمن جيولوجي هي فتره من الفترات بتمر بعمر الكره الارضيه بيحصل فيها تغيرات في الارض وفي الصخور. التغيرات دي بتبقى على مدى ملايين السنين. يعني انا بتكلم هنا في عمر او زمن من ازمنه الكره الارضيه، مش ازمنه الانسان. ما تقساش على نفسك. يعني الزمن في الجيولوجي ممكن يقعد ملايين السنين بعمر الانسان كله على كوكب الارض. فدي ازمنه كتير عدت على الكره الارضيه في عمر من بدايه نشاه الكره الارضيه اصلا لحد اليوم اللي احنا عايشينه ده. فكل ما زمن يعدي كل ما يحصل تغيرات في الكره الارضيه، وبالتالي بيحصل تغيرات في سطح مصر. بس احنا في الاول خالص عارفين ان الكره الارضيه، ان جزء مصر كان هي وشبه الجزيره العربيه كتله عربيه واحده، بس اتعرضت للانفصال عن طريق اخدود البحر الاحمر اللي تكون وانفصلت في شبه الجزيره العربيه عن مين؟ عن مصر. فضل بقى في الفترات والعصور الجيولوجية يحصل تغيرات. طب ما تيجي نعرف الأول هي إيه العصور الجيولوجية اللي مرت على كوكب الأرض؟ كم عصر وهم عاملين إزاي؟ أول عصر أو أول زمن، مش عصر، اسمه الزمن الأرقي. اسمه إيه؟ الزمن الأرقي. ثم بعد ذلك الزمن الأول، ثم الزمن الثاني، ثم الزمن الثالث، ثم الزمن الرابع. لا، ما فيش زمن خامس. إهدى، هم أربع أزمنة وقبل منهم زمن أرقي. والزمن الأرقي هو زمن بداية نشأة الكرة الأرضية، يعني أول زمن مر عليها. وكل زمن من الأزمنة دول بيتكونوا من عصور جيولوجية صغيرة، يعني الزمن حاجة كبيرة وبينقسم إلى عصور جيولوجية. وكل زمن وكل عصر في العصور الجيولوجية والأزمنة الجيولوجية دي تكون في الفترة بتاعته شكل أو حاجة معينة على سطح مصر، وهناخدهم دلوقتي. هي دي الفكرة. الزمن الأرقي مبدئيا تكوينات الزمن الأرقي، يعني الفترة بتاعت الزمن الأرقي اللي هو بداية سطح الكرة الأرضية أساسا، تكون في الفترة دي 10% من سطح مصر ومن مساحة مصر. 10% من مساحة مصر تكونت خلال الزمن الأرقي. طب تمام، هو بس معلش، في الزمن الأرقي كان شكل الصخور والمعادن أو إيه هي نوع الصخور والمعادن اللي تكونت في الفترة دي؟ قال لك الصخور اللي تكونت في الفترة دي حاجة زي مثلا الجرانيت، وحاجة اسمها الرخام اللي هما بيستخدموهم في أدوات البناء دلوقتي. الرخام والجرانيت. الرخام والجرانيت أقدم أنواع الصخور لأن هما تكونوا في الزمن الأرقي. يبقى أنا عندي الصخور جرانيت ورخام، وفي معادن تكونت في الزمن الأرقي زي الحديد، زي الذهب، زي المنجنيز، كل دول تكونوا في الزمن الأرقي. طب يا مستر معلش، حضرتك قلت لي صخور ومعادن، طب انت بتقول لي بقى ان في مناطق على سطح مصر تكونت في الزمن الأرقي، يعني موجوده من اقدم زمن على سطح الكره الارضيه، ايه هي المناطق دي؟ والله مناطق زي، بص اللي انا هقوله لك، وكل المناطق دي هي مناطق جبليه، فهي معظم الجبال على سطح مصر تكونت في الزمن الأرقي. اول جبال في سطح مصر هي المثلث الجبلي اللي موجود في جنوب سيناء. المثلث الجبلي ده اللي هو في سانت كاترين، ده موجود في جنوب شبه جزيره سيناء، ده تكون خلال الزمن الأرقي. وطبعا اشهر جبال عندنا في مصر هي جبال البحر الاحمر، ودي برضو تكونت في الزمن الأرقي. وفي جبل مهم جدا احنا عارفين اللي هو جبل العوينات، برضو تكون في الزمن الأرقي. يعني احنا عندنا مثلث الجبلي جنوب سيناء،
جبال البحر الأحمر، جبل العوينات، وكمان في حاجة تانية. ايه هي؟ حاجة اسمها خانق كلبشة والجندل الأول بوادي النيل. ايه هما خانق كلبشة وايه الجندل الأول دي؟ دي عبارة يا جماعة عن صخور نارية، يعني صخور كبيرة موجودة على نهر النيل. الصخور دي كانت موجودة قبل ما نهر النيل يتعمل، فلما نهر النيل يتعمل بقى نهر النيل يعدي من خلالها، فبتعمل زي شلال صغير كده. فالمنطقة دي اسمها الجندل الأول خانق كلبشة، ده موجود فين؟ في وادي النيل. يبقى أنا عندي إيه المناطق؟ هي الجندل الأول وخانق كلبشة، وبعد كده الجبال كلها بقى، جبل العوينات، جبال البحر الأحمر، ومثلث جبل جنوب سيناء. ده تكون في الزمن الأركي أقدم الأزمنة، ودول 10% من مساحة مصر. طب عدى الزمن الاول، جاء بعد منه الزمن الزمن الاركي، عدى الزمن الاركي، جاء بعد منه الزمن الايه؟ الاول. الزمن الاول بقى بيتكون من عصور صغيره سته، ايه هم؟ برمي، كربوني، ديفوني، سيلوري، اردوفيشي، كامبري. ست عصور. تاني، عصور برمي، كربوني، ديفوني، سيلوري، اردوفيشي، كامبري. كلام زي القمر يعني. تمام، عصور دي اصغر من الزمن، يعني الزمن حاجه كبيره وبيتكون من عصور صغيره. وبعدين يا مستر، ولا قبلني قلب المستر، الست عصور دول، الست عصور دول اللي هما كلهم على بعضهم الزمن الاول، ما تكونش من مساحه مصر الا 1% فقط. 1% فقط من مساحه مصر تكون خلال الزمن الاول بما يحتويه من عصور جيولوجيه سته، برمي، كربوني، ديفوني، سيلوري، اردوفيشي، كامبري. وكل الصخور اللي تكونت في مصر في الزمن الاول هي صخور واحده بس او نوع واحد، اللي هو الحجر الرملي. الحجر الايه؟ الرملي. الحجر الرملي بيحتوي على 1% بس من مساحه مصر. طب معلش بقى، ما تيجي نشوف المناطق دي، فين المناطق دي؟ والله عندنا وادي اسمه وادي عربه في الصحراء الشرقيه، ده تكون خلال الزمن الاول. ووسط وغرب سيناء، مناطق موجوده في وسط وغرب سيناء. بصوا يا جماعه، وسط وغرب سيناء يعني حول المثلث الجبلي اللي هو موجود في جنوب سيناء، وجبل العوينات برضو حوله في برضو زمن الاول، يعني هو انت بتقربهم من بعض. الجبال مثلا او جبل العوينات تكون في الزمن الاركي، المناطق اللي حوله منه تكونت في الزمن الاول بعد منه. فهتلاقي مثلا وسط وغرب سيناء اللي هو حول المثلث الجبلي، وجبل العوينات اللي هو حول جبل العوينات، حول جبل العوينات وحول المثلث الجبلي اللي هي وسط وغرب سيناء، دول تكونوا في الزمن الاول. اما الجبال نفسها في الزمن الاركي. تمام، وفي مناطق الصحراء الشرقيه اللي هي ايه؟ وادي عربه في شمال الصحراء الشرقيه، دي مناطق اللي تكونت في الزمن الايه؟ الاول. ودول 1% بس مساحه مصر، ودول كلهم صخور حجر رملي، ده النوع الوحيد اللي من الصخور تكون في الزمن الاول بست عصور. عدى الزمن الاول بكل شره وكل خيره، جاء الزمن الثاني بقى اللي بعد منه. الزمن الثاني بقى ده بيتكون من ثلاث عصور اصغر، الترياسي والجوراسي والكريتاسي. ثلاث عصور، ترياسي، جوراسي، كريتاسي، ثلاث عصور في الزمن الثاني. الزمن الثاني تكون فيه 42% من مساحه مصر. اوبا، 42% من مساحه مصر تكونت خلال الزمن الثاني. اكثر زمن، اكثر زمن تكونت فيه اراضي مصر، او اكثر زمن ساهم في تكوين شكل مصر وسطح مصر، هو الزمن الثاني، وهما ثلاث عصور، ترياسي، جوراسي، كريتاسي. 42%. ايه هي الصخور اللي تكونت في الزمن الثاني؟ احنا عارفين ان احنا بناخد الزمن، وبناخد قد ايه كون قد ايه من سطح مصر، وبناخد ايه نوع الصخور، وبناخد ايه المناطق بقى اللي موجوده على سطح مصر فعليا حاليا. الصخور هي نوع واحد من الصخور اسمه الحجر الرملي، بس النوبي. الحجر الرملي النوبي ده، الصخور الحجر الرملي النوبي دي هي اللي تكونت في الزمن الثاني، ومعها صخور اسمها الصخور الطباشيريه. صخور ايه؟ طباشيريه. يبقى انا عندي نوعين من الصخور، حجر رملي نوبي وصخور طباشيريه، دول تكونوا خلال الزمن الثاني. طب تمام يا مستر، 42% عباره عن صخور حجر رملي نوبي وصخور طباشيريه، فين المناطق بقى؟ والله عندنا معظم الهضاب. اول هضبه اسمها هضبه العبابده، الهضبه دي موجوده هنا اهو في جنوب الصحراء الشرقيه، هضبه كلها تكونت في خلال الزمن
الثاني ومنخفض اسمه منخفض الواحات البحرية اللي هو دلوقتي الواحات البحرية معروفة الواحات البحرية، وكمان جزء كبير جدا من الفرفرة، وكمان هضبة كبيرة هنا اسمها هضبة الجولف الكبير. هضبة الايه؟ الجولف الكبير اهي، الجولف الكبير. تمام، هضبة الجولف الكبير تكونت خلال الزمن الثاني، هضبة العبابدة في الصحراء الشرقية تكونت خلال الزمن الثاني، هضبتين موجودين في سينا التية والعجمة برضو تكونوا خلال الزمن الثاني، كل المناطق تكونت خلال الزمن الثاني، هضبتين في سينا وهضبة في الصحراء الشرقية وهضبة في الصحراء الغربية والهضاء والمنخفضات زي المربوحات البحرية والفرافرة، كل دول خلال الزمن الثاني، كلهم حوار حجر رملي نوبي وصخور تباشيرية، كلهم 42% من مساحة مصر. ومن ضمن برضو المناطق اللي تكونت خلال الزمن الثاني ودي مهمة جدا، اللي هي رواسب الفحم اللي موجودة في جبل اسمه جبل المغارة. جبل الايه؟ المغارة. يا جماعة الزمن الثاني موجود فيه رواسب الفحم، يعني بداية الفحم موجودة في الفترة بتاعت الزمن الثاني، يعني جبل المغارة برضو تكون خلال الزمن الثاني وتكون فيه رواسب الفحم. يبقى رأس الفحم يا جماعة الفحم بدايته الأهمية الاقتصادية أصلا للزمن الثاني، يعني في أهمية اقتصادية للزمن الثاني، يعني لو الزمن الثاني بيجيب لنا فلوس هيجيب لنا بسبب إيه؟ بسبب وجود رواسب الفحم فيه، أو رواسب الفحم تكونت خلاله، اللي هي موجودة فين؟ موجودة في الفترة في هضبة في جبل المغارة. يبقى أنا عندي هضبة العبدة، جولف كبير، تية والعجمة، جبل المغارة، الفرافرة، الواحات البحرية، كل دول الزمن الثاني، حجر رملي نوبي، صخور تباشيرية، رواسب فحم يعني أساس الفحم، وكمان الصخور التباشيرية دي مهمة كمان إن بيبقى فيها فوسفات، والفوسفات خاماته مهمة جدا، والفوسفات كمان بيستخدم في الأسمدة وبيستخدم في حاجات كتير جدا، فمهم بالنسبة للفلوس. وكمان من ضمن الأهمية للفترة بتاعت الزمن الثاني هي إن الحجر الرملي النوبي مهم إن هو خزانات للمياه الجوفية والبترول. يعني ايه خزانات؟ يعني الصخور اللي بتحفظ البترول والمياه الجوفيه وبتخلي المياه الجوفيه والبترول موجودين جواها. يعني من الاخر كده الخزان اللي هو التانك اللي هو بعد كده بيجي فيه البترول والمياه الجوفيه. انا مش قصدي هنا ان ده تكون فيه المياه الجوفيه والبترول، انا قصدي موجود فيه الخزان، يعني اصلا التانك نفسه الاول اللي عملناه بعد كده بقى قدام هيتملى بقى بترول وغاز، بترول قصدي ومياه جوفيه. يبقى انا عندي تاني يا جماعه عشان ما نتلخبطش، ايه الاهميه الاقتصاديه للزمن الثاني؟ الزمن الثاني فيه رواسب فحم في جبل المغاره، الزمن الثاني فيه فوسفات بالنسبه للصخور التباشيريه، الزمن الثاني خزانات للمياه الجوفيه والبترول ودي برضو تبع الحجر الرملي النوبي. 42% من مساحه مصر، حجر رملي نوبي، صخور تباشيريه بنستفيد منها بالفوسفات، خزانات للمياه الجوفيه ورواسب الفحم خاصه في جبل اسمه جبل المغاره وده موجود في شبه جزيره سيناء. يجي بعد كده الزمن الثالث، عدى الزمن الثاني جه الزمن الثالث، كل سنه وانتم طيبين وانت طيب يا مصر. عندنا كام عصر في الزمن الثالث؟ 5. الزمن الثالث بلايوسين، مايوسين، اوليجيوسين، ايوسين، باليوسين. دي مش اغنيه مصطفى قمر، دي على بعضها كده، بلايوسين، مايوسين، اوليجيوسين، ايوسين، باليوسين، 5 عصور جيولوجيه هي ضمن الزمن الثالث. الزمن الثالث تكون فيه 33% من مساحه مصر، 33%، وصخوره هي صخور الحجر الجيري. صخور ايه؟ الحجر الجيري. موجودة فين يا مستر؟ أنا عايزين الخريطة وعايزين الشكل اللي موجود في المناطق بتاعة الزمن الثالث. أول حاجة الهضبة الوسطى وهضبة مرمريكا، ودول الهضبتين اللي موجودين في المنطقة بتاعة الصحراء الغربية. أدي مرمريكا أهي، وأدي الهضبة الوسطى أهي. دول تكونوا خلال الزمن الكام؟ الثالث. في حاجة تانية يا مستر؟ استنى. هضبة اسمها هضبة المعازة، دي موجودة في الصحراء الشرقية في المنطقة الشمالية. تمام. يبقى عندي هضبتين وسطى ومرمريكا والناحيه الثانيه المعازه. لو الزمن الثاني بقى اللي هو قبل منه كان العبابده وكان الجولف الكبير والتيا والعجمه في شبه جزيره سينا. تمام. ماشي يا مستر. طيب بالنسبه دي بالنسبه للمناطق، في مناطق ثانيه؟ في شويه مناطق كده متفرقه حول خليج السويس والعقبه وساحل البحر الاحمر. يبقى حول خليج السويس والعقبه وساحل البحر الاحمر تكونت بعض المناطق اللي لقينا فيها حجر جيري، لذلك
تابعة للزمان الثالث. سؤال نظام جديد، منطقة ما ايا كانت المنطقة ايه النسبة الاكبر فيها، هي نسبة صخور الحجر الجيري، اذا هي تابعة للزمان الثالث لان الحجر الجيري كله تكون في الزمن الثالث. بس كلام سهل جدا. طيب انا عندي ايه تاني؟ ده هضاب، هضبة الوسطى، هضبة مرمريكا، والهضبة المعازة في الصحراء الشرقية، ومناطق كده متفرقة حولها شبه جزيرة، حول قصدي خليج السويس والعقبة والبحر الاحمر. طب هو في فلوس بتيجي من الزمن الثاني اللي هي الاهميه الاقتصاديه؟ الحجر الجيري اهميته ان هو بيستخدم في البناء، الجماعه بتوع البناء هم اللي بيستخدموه. ليه؟ لان بيستخدموه في صناعه الجبس، وبيستخدموه في صناعه الاسمنت، اسمنت والجبس مواد بناء وتستخرجوهم من الحجر الجيري. وكمان المايوسين اكتر حاجه في الدنيا بتجيب فلوس. ايه المايوسين ده؟ اللي هو عصر المايوسين اللي هو موجود في الزمن الثالث. ليه؟ الدولة اللي تكونت معظم اراضيها في عصر المايوسين دي دولة معاها فلوس كتير قوي. ليه؟ لان اذا عصر المايوسين هو العصر اللي تكون فيه البترول. يبقى مصايد البترول تكونت امتى؟ ايوه في عصر المايوسين. عصر المايوسين تكونت في مصايد البترول، وكمان الحجر الجيري تكون فيه او بنستخدمه في بنستخدمه في صناعه الاسمنت والايه والجبس وغيره. عدى الزمن الثالث، جه الزمن الرابع، مش هنخلص احنا مصر الله على النبي السهود عليا. الزمن الرابع بيتكون من عصرين، البلايستوسين والهولوسين. البلايستوسين والهولوسين، البلايستوسين والهولوسين. الهولوسين هو اخر عصر جيولوجي مر على الارض، وهو العصر اللي انا وانت انت بتتفرج عليا فيه دلوقتي وانا بقول لك فيه دلوقتي. ده اسمه الهولوسين، ده اخر عصر، وده اخر عصر جيولوجي، والتاني عصر في الزمن الرابع اللي احنا دلوقتي عايشينه. حلو حلو. قبل منه في الزمن الرابع كان في عصر اسمه عصر البلايستوسين، وعصر البلايستوسين ده هنحتاجه كتير جدا في المنهج قدام، في حاجات كتير جدا احداث حصلت فيه. تمام. تكون في الزمن الرابع 14% من مساحة مصر. الزمن الرابع يا جماعه الاراضي اللي تكونت فيه معظمها اراضي تكونت خلال عوامل التعريه اللي هي النحت والنقل والارساب، اللي هي بتتكرر كل يوم تقريبا، فعشان كده تلاقي كل حاجه منها جديده. فتلاقي مثلا الرواسب الطينيه النيليه والبحريه اللي موجوده في وادي النيل مثلا، الطينه اللي هو وادي النيل اللي هو الاراضي وادي النيل، والدلتا ومنخفض الفيوم اللي هي الاراضي اللي صالحه للزراعه في مصر، وادي النيل اهو اللي هو من هنا لحد الاخر، ده وادي النيل وده منخفض الفيوم وده الدلتا، دي اراضي طينيه، طينيه لها مستر. طب ما يسفلتوها يا لهوي، ما تشلنيش، دي اراضي طينيه تكونت بسبب نحت ونقل وارساب مياه النهر للصخور، فعملت اراضي طينيه، اراضي طميه، اراضي تكونت من الطمي والطينه خلال عمليه الارساب للنهر اللي هي تعريه نهريه، فالاراضي بتبقى اراضي صالحه للزراعه وتبقى سهول فيضيه بالمناسبه. فاحنا عندنا اراضي الطينيه دي اللي هي الرواسب الطينيه والنيليه، والنيليه دي كلها تكونت في الزمن الرابع اخر زمن. وكمان عندنا شواطئ مرجانيه على ساحل البحر الاحمر، شواطئ بتحتوي على المرجان، ده برضو اللي هو الاحياء البحريه اللي زي المرجان موجوده في ساحل البحر الاحمر، دي اسمها شواطئ مرجانيه، بتحتوي فيها على اللي هو يعني عارفين المرجان يا جماعه اللي هو زي الزرع ده اللي موجود في الميه الوانه حلوه احمر واخضر وازرق، تمام، ده مرجان، دي في شواطئ مرجانيه في البحر الاحمر، دي برضو تكونت في الزمن الكام؟ في الزمن الرابع. في عندنا التلال الجيريه، التلال الجيريه دي عباره عن مناطق تتكون من معظمها عباره عن تلال، يعني ارتفاعها مش جبال، وجيريه بتتكون من الجير، دي موجوده في الساحل الشمالي، دي برضو تكونت في الزمن الايه؟ الرابع، ودي تكونت بسبب التعريه الهوائيه على فكره، لان هي معظمها تعريه اصلا. رواسب رمليه، ودي برضو تكونت بسبب التعريه اللي هي سهود صحراويه، يعني الرواسب الرمليه اللي تكونت في الصحراء الغربيه وشمال سيناء عباره عن رواسب رمليه. يبقى انا عندي رواسب رمليه وتلال جير، رواسب رمليه وتلال جيريه تكونوا بسبب التعريه الهوائيه، دول في الزمن الرابع. انا عايزك تفهم ان كل المناطق اللي تكونت في الزمن الرابع كلها يعتبر تعريه، عوامل تعريه، يا اما تعريه هوائيه كونت رواسب زي الرواسب اللي موجوده في شمال سيناء وفي الصحراء الغربيه، وزي التلال الجيريه اللي تكونت في الساحل الشمالي برضو اللي هو سماء شمال الصحراء الغربيه يعني، تمام، وزي التعريه بقى النهريه اللي كونت وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، وزي التعريه البحريه اللي كونت الشواطئ البحر الاحمر اللي هي الشواطئ المرجانيه، كل دي تكونت في الزمن الرابع. يبقى كده الاراضي اللي تكونت لو بصينا على كل اللي احنا قلناه هنلاقي اللي احنا قلنا على كل اراضي سطح مصر، كل اراضي سطح مصر تكونت في خلال العصور الجيولوجيه،
كل عصر عدى على مصر كون شكل من اشكال سطح مصر. كده فاضل الجزء الثاني من الدرس اللي هو عوامل تشكيل سطح مصر. ازاي بقى مصر اتكونت اصلا؟ احنا اتكلمنا اللي حصل ايه، عايزين نعرف حصل ازاي بقى، اللي هو اسباب تكوين سطح مصر، وده في الجزء الثاني من الدرس. اشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.